النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر على جاريتين تضربان بدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال بمزمور الشيطان في بيت رسول الله، فنهاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أي في ديننا سعة وإعطاء للنفوس حظها في ما تشتهي دون زيادة ووقوع فيما حرم الله جل وعلا.